مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن الأجواء بشكل عام طيلة أيام هذا الأسبوع تتراوح ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، وأيضا بتكون تقريبا معتدلة بالليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا. المناطق الشمالية العظمى 34 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى ما بين 31 إلى 32 العظمى والصغرى بحدود 21 درجة مئوية، والمرتفعات الجنوبية 30 إلى 18، والأغوار والبحر الميت 41 إلى 30 درجة مئوية وأجواء حارة، وخليج العقبة أجواء حارة 43 العظمى والصغرى 30 درجة. أجواء حارة نسبيا في المنطقة الجنوبية الشرقية 35-23، وأجواء حارة في البادية الشرقية 38 إلى 26 درجة مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله تبقى الأجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، وحارة في الأغوار والعقبة والبادية الشرقية، وحارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى ما بين 31 إلى 32 العظمى وهي حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة، والصغرى بحدود 22، المرتفعات الجنوبية 29-18، والأغوار البحر الميت 42 إلى 30، وخليج العقبة 43 إلى 29، والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 35 إلى 22، وأجواء حارة في البادية الشرقية 40 إلى 24 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى بحدود 32-33 العظمى والصغرى 22، المرتفعات الجنوبية ما بين 30 إلى 31 العظمى والصغرى 21، والأغوار البحر الميت 42 إلى 30، أجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 43 إلى 30، وأجواء حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 35-22، وأجواء حارة في البادية الشرقية 41 إلى 25 درجة مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله تبقى الأجواء أيضا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، يعني بتكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أو أعلى من المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين. المناطق الشمالية العظمى المتوقع 34 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 32-33 العظمى والصغرى بحدود 23، والمرتفعات الجنوبية 31 إلى 32 العظمى والصغرى بحدود 22، وأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت 43 إلى 31 درجة مئوية، وأجواء حارة في العقبة 44 إلى 31، أجواء حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 34 إلى 24، وأجواء حارة في البادية الشرقية 39 إلى 25 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا أجواء تقريبا حارة نسبيا، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، مناطق البادية وخاصة البادية الشرقية، وأجواء تقريبا حارة نسبيا في بقية المناطق. المناطق الشمالية العظمى 35 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى ما بين 32 إلى 33 العظمى والصغرى 22، والمرتفعات الجنوبية 32-33 العظمى والصغرى بحدود 22،
والأغوار والبحر الميت 43 إلى 32 وخليج العقبة 44 إلى 32. أجواء حارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت وحارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 35-25 وحارة في البادية الشرقية 40 إلى 25 درجة مئوية. وكذلك الأجواء يوم الجمعة أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، حارة نسبيا في المناطق الشمالية 35 العظمى والصغرى 21، صيفية عادية في المرتفعات الوسطى العظمى 31 إلى 32 والصغرى 21، وأيضا صيفية عادية في المرتفعات الجنوبية ما بين 30 إلى 31 العظمى والصغرى 20، وأجواء حارة في الأغوار البحر الميت 43 إلى 44 العظمى والصغرى بحدود 31 درجة مئوية، وأجواء شديدة الحرارة في العقبة 45 إلى 30 درجة مئوية، وأجواء حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 34-22 وحارة في البادية الشرقية 39 إلى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمن الله ورعايته. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع